أريد أن يلعب معي، لا أريد أن ألعب معك. حاجة لورقة مقص. إني عطشان. ما أجمل اللعب بالرمل. من يريد أن يلعب معي؟ أريد أن ألعب. جاك، تعال والعب معي. لا أريد أن ألعب معك، إني عطشان. عبسنان. وأنا ثلاثة. أريد أن أذهب إلى المنزل، لا أريد أن أبقى في الحضانة. أنا التي فزت. لا لا لا، أنت دائما تغشين. نريد أن نعيدها مرة ثانية. هيا سوف أبني قصر من الرمل. كم أحب اللعب في الرمل. أنا سمكة ظريفة، أريد أن أخذها معي. الحضانة مكتظة جدا. نعم نريد أحدا أن يساعدنا. أين إليز؟ إليز غائبة. ماذا تفعلون يا صغار؟ نايا. نعم. ماذا أنت واقفة هناك؟ تعالي والعبي. لا أريد، أريد الذهاب إلى المنزل. إنه وقت مبكر للذهاب إلى المنزل، تعالي والعبي مع راما. شان، أريد أن أذهب وأشرب بعض الماء. ما هذا الشيء؟ حسنا سوف أذهب وأرى. هناك بعض العصائر، كم أنا سعيد. لأرى، يوجد هناك عصائر الليمون والتفاح والفراولة. أولا سوف أتذوق الفراولة. كم هي لذيذة. حسنا سوف أضعها في السلة. سوف أجرب التفاح. حسنا اتصلي بأختها لكي تأخذها. حسنا سوف أتزحلق. بطني يؤلمني، بطني يؤلمني. أحسنت يا ليلي، أنت مجتهدة جدا. شكرا لك يا معلمة. معلمة أريد أن أذهب الحمام. حسنا اذهبي. جاك، جاك ماذا تفعل عندك؟ جاك بطني يؤلمني. معلمتي، معلمتي. ماذا هنالك؟ جاك ما بك؟ لماذا أنت مقع على الأرض؟ بطني يؤلمني. فأخذك إلى عيادة الحضانة. بطني يؤلمني، يؤلمني. أعلم هذا، اصبر قليلا. هل أكلت أو شربت شيئا؟ أعتقد أنني شربت الكثير من العصائر. حسنا سوف أفحصك. بطني يؤلمني جدا. اصبر قليلا يا جاك. خذ نفسا عميق. يا له من مسكين، لقد شرب كل العصائر. كل شيء على ما يرام. لا يوجد هناك ارتفاع في درجة الحرارة، فقط هناك تلبك معوي. حسنا سوف أكتب لك على دواء. مدرستان لهذا الفصل لا يكفي، أريد مدرسة ثالثة. حسنا سوف أحضر لك مدرسة ثالثة. ألديك واحدة؟ نعم لدي، من LOL Surprise Under Wraps. حسنا ابتعدوا من هنا يا صغار، سوف نفتح LOL Surprise جديدة. سوف تأتي لنا مدرسة جديدة. نعم إني متشوقة لأراها. وأنا كذلك. حسنا دعونا نفتحها ونرى ما بداخلها. هي العدسة لنرى. I want out، تريد الخروج. هيا. ما هو المسج لنقرأ؟ أعتقد أنها الأهرامات. أيعقل أن تكون مكررة؟ هيا لنرى. كما تعلمنا، الحامض والحلو، الثلج والنار،
الثلاجة والألماظة. آه قد فتحت، ها هي لنرى. ها أنا. آه لدينا واحدة مثلها. نعم لدينا واحدة مثلها، إنها مكررة. لا بأس، لكننا حصلنا على مدرسة جديدة. بهين هذا؟ إنها توأمي. نعم أعلم هذا، لم نحصل على شيء جديد. مرحبا بك. ها هي المدرسة الجديدة. مرحبا، كيف حالكم؟ مرحبا يا مدرسة. مرحبا بك في حضانتنا. أتمنى يا أصدقاء أن تكون الحلقة قد أعجبتكم. لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك ليصلكم كل جديد. مع السلامة في حلقة أخرى من LOL Surprise. هيا يا أطفال، نريد أن نقوم ببعض الأنشطة.